جزاكم الله خيرا. السائل محمود من سوريا حلب يقول في هذا السؤال: هل الاحتفالات الدينية مثل ليلة القدر وعيد المولد النبوي الشريف ورأس السنة الهجرية ومثل هذه الأعياد، هل هي محرمة في الشرع أم لا؟ أفيدونا بذلك. نعم، هذه الاحتفالات التي يسمونها الدينية هذه بدعية وليست دينية، لأنها لم يرد فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هو صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمناسبة مولده، ولم يحتفل بليلة القدر، ولم يحتفل ليلة الإسراء والمعراج، ولا في غير ذلك من المناسبات، وإنما هذا شيء ابتدع في القرون المتأخرة وهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. المشروع في ليلة القدر هو الصلاة والدعاء وإحياء ليلة القدر بالعبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويحث عليه. أما إحياؤها بالحفل أو بالخطابة فإن هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأما بقية ليلة المعراج وليلة النصف من شعبان فهذه لم يرد فيها عبادة خاصة ولا تخصيصها بشيء، لا من العبادات ولا من الاحتفالات ولا بأي شيء، وإنما هي كسائر الليالي. نعم.